وعن أول جريمة حصلت على وجه الأرض، ألا وهي جريمة القتل، حيث قام ابن آدم قابيل بقتل أخيه هابيل، سولت له نفسه فقتله، وبعد ذلك أصبح من النادمين. بعد أن قص القرآن الكريم علينا هذه القصة، قال رب العالمين: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم أيها الإخوة، لأن قابيل ابن آدم سنة القتل، فإن كل قتيل يقتل على وجه الأرض إلى قيام الساعة يكون على ابن آدم جزءا من الإثم في دم هذا المقتول، ذلك لأنه أول من سن هذه الجريمة، فعليه وزرها ووزر من عمل ويعمل بها إلى يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، القتل جريمة كبرى، والذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه عند رب العالمين سبحانه وتعالى جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من القتل، قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواية: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعلى صعيد عرفات قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم أيها الإخوة، صحيح أن جرم القتل جرم عظيم، ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح، أو يرفع في وجهه السلاح، أو أن يقتتل المسلم مع أخيه المسلم، حيث قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كل منهم كان يترصد بالآخر فيقتله، وهذه الدماء التي تسيل في أرض المسلمين بين المسلمين، المسلم يقتل المسلم، هذه الدماء التي تسيل هذه ستكون شاهدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه وهو يشخب دما، يقول لرب العالمين وهو ممسك بتلابيب القاتل، يقول له: سله فيما قتلني. هذا إذا كان طبعا مظلوما، إذا كان قتل ظلما وعدوانا، فإنه يأتي يوم القيامة يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقتص له من هذا القاتل. لكن إذا كان القتل يعني في تشارك بين المسلمين، يعني هذا يقتل هذا وهذا يقتل ذاك، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهانا عن الاقتتال، وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ذلك حتى نتعلم أن نختصر ولا نرد العدوان بعدوان. وللأسف الحوادث التي حصلت في فلسطين، هذه التي كانت بإطلاق النار وقتل مجموعة يعني من عائلة واحدة، يعني هذا الحدث الذي حصل واهتزت له كل فلسطين، القاتل يقتل هذا الذي لم يكن لا يشير بسلاح ولا بشيء، وقام بإطلاق النار على هؤلاء فقتل منهم أربعة. فنحن نقول إنه يعني ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الجريمة النكراء التي ابتدأها ابن آدم واستمرت على وجه الأرض، وكثير من الناس
الذين قتلوا لا جريرة لهم، ولكن النهي في الحديث أن يكون القتل يعني بإصرار، وتكون هنالك شجارات، وهذا يهدد وذاك يتوعد ويقول كثير من الناس إلا أقتل إلا أسوي إلا أعمل. وهذا طبعا، هذا الكلام طبعا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يجب علينا أن نكون، ونحن هنا في أرض الرباط، يجب أن نكون جسدا واحدا، يدا واحدة. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يذهب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.